واحد بيقول انا شاب متزوج حديثا في اول اسبوع من زواجي اكتشفت ان زوجتي مريضة بمرض نفسي، هل يحق لي بطلان زواج؟ ردك له اهمية كبيرة لان همشي برأيك. انا من رأيي انها تعرض على كونسلت اطباء، مش مجرد فكرك انت انها مريضة نفسية، ولا مجرد طبيب واحد، مجموعة من الاطباء يقدروا انها مريضة نفسية ولا لا، وايضا اي نوع المرض النفسي. ومش كل الامراض النفسية بدرجة واحدة. وبعدين لما توصل للنتيجة اقول لك رأيي بناء على رأي الأطباء.